مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر ضمن حلقة جديدة من برنامجكم الليلي دردشة ليلة مع الحباب. فكما عودناكم كل ليلة كنخصوها لكم بطبيعة الحال ومن اجلكم اخواني اخواتي الكريمات. فدردشة ليلية مع الحباب هي دردشة خاصة بكم متابعي قناة شوف تيفي، خاصة بالاهتمام ديالكم بالمشاكل ديالكم وأيضا بمواضيع اللي ممكن أنها تثير الفضول ديالكم والشغف ديالكم. فكما تعرفون فواقع الرياضة بالمغرب ربما واقع مظلم وواقع مر، واقع اللي كنشوفوه دائما من خلال مجموعة من نماذج الحياة اللي كنشوفوها في كثير من النداءات، في كثير من الاستغاثات اللي سواء كنبتوها عبر قناة شوف تيفي او تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي. فالموضوع ديالنا هو واقع الرياضة بالمغرب وتهميش الرياضيين اللي عطاو الشيء الكثير في الساحة الرياضية وكانوا أبطال مغاربة بكل ما تحمل الكلمة معنى، ويتم التهميش ديالهم بين عشية وضحاها. فلماذا يتم تهميش هؤلاء؟ ومن المسؤول؟ ومن هي الجهة التي يمكن أن نحملها مسؤولية هذا التهميش؟ فهذه كلها مجموعة من الأسئلة وأخرى اللي كنتمناو أننا نجاوب عليها من خلال هذا البث المباشر ومن خلال هذه الدردشة الليلية وهذه الفسحة الليلية معكم أحبابنا أحبتي الكرام. فالاتصال بنا ما عليكم سوى تركيب الرقم الهاتفي التالي 0676 28 06 82. أعيد الرقم الهاتفي اللي هو 0676 28 06 82. تحية مسائية عاطرة لكل المتابعين الأوفياء أينما كانوا سواء داخل المغرب أو خارج المغرب، كل واحد بالاسم ديالو. كنحييكم عاليا إخواني الكرام. كنتمنى أنكم يعني تشاركوا معنا بالآراء ديالكم، بالمقترحات ديالكم، وأيضا بالاتصالات الهاتفية ديالكم من خلال موضوعنا اليوم. صراحة فقط يعني للتذكير، فهذا الموضوع اختاريناه بعد ما شفنا واحد البطل المغربي اللي هو بطل المغرب سابقا في رياضة كمال الأجسام، اللي شفنا البنية الجسمانية ديالو، شفنا المستوى الباهر ديالو أيام العز أيام المجد أيام الشهرة. واليوم يعني كيعاني الأمرين بعد ما عطى الشيء الكثير وفاز، يعني كما قال على اللسان ديالو من خلال الروبورتاج اللي جرينا معاه اليوم، يعني انه منذ سنة 2002 وهو كيتوج ببطولة المغرب وبكأس العرش حتى 2005 2006 وحاز على مجموعة من الألقاب، إلا أنه اليوم يعني ربما ما عنده حتى باش يدير سكانير. فهاد الشيء يعني كيطرح أكثر من علامة استفهام. واش الرياضة بالمغرب ما تقدرش انها تعيشك؟ واش الرياضة بالمغرب انها ما تقدرش توفر لك الحياة الكريمة؟ ما تقدرش توفر لك ربما مستقبل يعني اللي ممكن انك تأمن به المرض ديالك حينما تذهب يعني الصحة ويذهب المال ويذهب كل شيء. فهذا الشيء هو اللي خلانا نختاروا هذا الموضوع الليلة اخواني الكرام. تحياتي لكم، ولازلنا مستمرين معكم في هذه الدردشة وفي هذه الفسحة الأثيرية من هنا من مدينة أكادير. فكنتمنى لكم ليلة سعيدة بطبيعة الحال، وكنتمنى أيضا من كل المتابعين الأوفياء أنهم تواصلوا معنا من خلال هذا الرقم اللي حطينا لكم إخواني الكرام. بطبيعة الحال يعني واقع مظلم كتعيشو الرياضة بمختلف الأنواع ديالها، سواء كرة القدم، سواء رياضة كمال الأجسام، سواء مختلف الرياضات الفردية والجماعية. كنوجدو البطل كيعطي الشيء الكثير، كيعطي ما كل في جعبته،
وكيفني الشباب ديالو من أجل خدمة الوطن، وكيعتلي منصة التتويج، والكل يصفق له، والكل يعني يردد الاسم ديالو ويصيح باسمه. أيام الشهرة، أيام الأضواء، إلا أنه يعني ربما يعني كما كنقولوا الدنيا غدارة، الدنيا دوارة، كتخليك يعني اليوم كتعيش النصر والمجد، وغدا ربما تعيش الهزيمة والهوان، ولا أحد يدري منا ماذا يخبئ له الغد. فهذا الشيء اللي يعني ربما كيثير أكثر من علامات استفهام، وكنشوفه حتى أيضا يعني المسؤولين والناس اللي قيمين على الشأن الرياضي بالمغرب. يعني حينما نجد مجموعة من الأسماء الوازنة، مجموعة من الأسماء الرنانة في سماء الرياضة المغربية، يعني حينما يكبرون في السن وربما يعني كيعتزلوا الرياضة، كان وجودهم ربما كما كنقولوا كتلى بهم الأيام في شي ركينة في شي منزل، وتا شي واحد بطبيعة الحال ما كيطلع لهم، ما كيتسوق لهم، ما كيعرفش اشنو اخبارهم. ف بطبيعة الحال قلة قليلة من يتم يعني انه كما كنقولوا كيصوفي راسو من الرياضة، وكيدير يعني علاش يرجع. فكاين اسماء كثيرة ونماذج كثيرة اللي ربما ابطال، يعني ابطال، ان قلنا ابطال نقول أبطال بكل ما تحمل الكلمة من معنى. فكانوا توجوا بميداليات ذهبية، بألقاب وتتويجات، إلا أنهم اليوم يصارعون الزمن، يصارعون الأمرين بين أربعة جدران، ولا أحد منا أو منكم يعني يعرف المصير ديالهم، وكيعرف بطبيعة الحال أشنو طرى لهاد الناس، وفين هاد الناس، وعلاش هاد الناس غابوا على الأضواء بعدما كانوا إلى وقت قريب يرفرفون ويغردون في سماء النصر والانتصار والتتويج واعتلاء منصة الألقاب ومنصة الشهرة. فخص يعني إعادة النظر إخواني أخواتي الكريمات. فصراحة ربما الحديث معكم ذو شجون، والحديث يطول معكم من خلال هذه الليلة. فالكل يعني يتساءل لماذا يتم تهميش الرياضيين، وعلاش الرياضة في المغرب دايرة هكا، وعلاش الرياضة في المغرب يعني ربما نقول أنها لا تؤمن مستقبل لأي واحد يعني كيمارسها، الا قله قليله من الناس يعني اللي ولاو اليوم يعني كيجنيو اموال طائله. و اكيد اخي اشرف بطبيعه الحال، فكاينين الناس كتار ونماذج كتار، يعني ربما الا اليوم يعني كاين شي نموذج، غدا كيبان نموذج اخر، وهكذا ودواليك. ولا احد يعني ينكر بأن الرياضة تحتضر، الرياضة تعيش واقع مظلم، الرياضة كاين أسماء كثيرة اللي ربما جيل الثمانينات جيل التسعينات يتذكر من أعطى للرياضة في كل أنواع ديالها، وشكون هما الأسماء اللي اليوم ربما خذلتهم الصحة وخذلهم الزمان وأيضا خذلهم المسؤولون. لنكون صراحة مع بعضنا البعض في هذه الفسحة الليلية، فهناك مسؤولون بدون ضمير، مسؤولون يعني يعرفون فقط جيوبهم ومصالحهم الشخصية، ولا يهمهم أحد، يعني ولا تهمهم صحة أي أحد كيفما كان اسمه أو لونه، أو أيضا حتى الألقاب والجوائز اللي حازها. فحينما كان يعني بصحته وكان في كامل الشباب ديالو، كانوا يستنزفون دمه ويشربون منه بهذه العبارة. يردد الكثير من ظلمهم الحال وظلمتهم الرياضة بالمغرب. فكنتمناو أن يعني واقع الحال يتحسن بكثير في مستقبل من الأيام،
بطبيعة الحال إخواني الكرام. ف يعني حتى الناس اللي كيعلقوا في التعليقات كنتمناو أنكم تعطيونا الرأي ديالكم على واقع الرياضة، وعلاش كنشوفوا هاد الأسماء دائما كتهمش. فهاد الشيء اللي بغينا الكل يعطينا الرأي ديالو، كل قلنا من يتحمل المسؤولية. فصراحة يعني أسماء كتيرة يعني كنشوفوها يعني من خلال مجموعة من اللايفات، من خلال مجموعة من الأشياء اللي كنشوفو. ربما إن كان يعني هذا البطل المغربي السابق في كمال الأجسام اللي هو مراد بالعيادية، اللي طارت القصة ديالو مختلف يعني مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الفيسبوكية اللي تداولتها، وربما فجرت وضع الرياضة وواقعه المرير. فكاين أسماء أخرى سواء في كرة القدم، سواء في ألعاب القوى، سواء في رياضة الكاراتي والتيكواندو والفنون القتالية، وأيضا غيرها من الرياضات اللي كنشوفوا يعني مساكن ما عندهم يعني التكي ما كنقولوا عشا ليلة، فما بالك باش أنهم يوفروا يعني التطبيب والعلاج والملبس وأيضا حتى المسكن. كاين الناس اللي عطاو الشيء الكثير للرياضة وما عندهم التفين يحطوا راسهم التفين يسكنوا، لا زالون ربما الكرامة ديالهم انتهكت، وبطبيعة الحال ربما باقين كيتلوحوا في الديور ديال الناس. هذا واقع، هذا ربما واقعنا بالمغرب، واقع لا يمكن أن نغطيه، واقع لا يمكن أن ننكره. فكفانا من أننا نقول العام زين، كفانا من أننا نقول بأن كل شيء بخير وعلى خير، بأن واقع الرياضيين القدامى والرياضيين المغاربة جميل جدا ومشرق. فليس الأمر بهذه السهولة، فهناك واقع مظلم وواقع أسود في أسود، لأن المسؤولين هم من أرادوا له السواد، لأن من يشرف على واقع الرياضة وتدبير شأنها وتسيير الرياضة بمختلف الأنواع ديالها يعني هم اللي بغاو لهاد الناس هاد الإقصاء والتهميش، هم اللي بغاو أننا نشوفوا كثير يعني من الأسماء والرياضة في الرياضة بطبيعة الحركة تطلع علينا بين الفينة والأخرى يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتستغيث وتقول اللهم إن هذا منكر، اللهم إننا نعيش الذل ونعيش الحقرة والفقر والمدقع ونعيش الهوان في وطننا الذي كان من الأجدر أن يحتضننا. هذا هو واقع الرياضة. فكنتمناو يعني من المسؤولين أنه يتم تغيير هذا الواقع لما هو أحسن، ونشوفه يعني تعطى الأولوية لكل بطل مغربي، لكل من يعني دافع بشراسة ومثل المغرب أحسن تمثيل في المحافل الدولية وأيضا في المحافل الوطنية، وحاز على الألقاب وأيضا دون اسمه بمداد من ذهب في سبورة الأبطال الأحرار، الأبطال اللي أعطوا الشيء الكثير وما تنصفوش وما عطتهم الرياضة والو. هذا الشيء اللي بغينا إخواني الكرام، وهذا هو الهدف من هذا البث المباشر، والهدف من هذه الدردشة الليلية مع الحباب. على أي تحياتي لكم، غادي نذكر بطبيعة الحال بالرقم الهاتفي اللي بغى يتواصل معنا من خلال هذا البث المباشر اللي هو 0676 28 06 82. أعيد الرقم الهاتفي 0676 28 06 82. تحياتي لكم إخواني الكرام، ومرحبا بالآراء ديالكم وبالتعليقات ديالكم. أم آية تحية متبادلة، أختي الكريمة من مدينة يعني تطوان، شكرا لك أختي الكريمة. فصراحة كنتمنى من الله تعالى أن ربي يفرج علينا إن شاء الله ويزول هذا الوباء بإذن الله تعالى وبركاته. فتحية مسائية عطرة أختي، وأيضا كمال رتبي شكرا لك أخي الكريم، تحياتي لك. فبطبيعة الحال مستمرون معكم، وكنتمنى لكم ليلة سعيدة، وشكرا على المتابعة وأيضا على الإصغاء لنا.
وايضا على التعليقات ديالكم ولي كومونتير ديالكم اللي دائما كنحاولوا اننا نقراوها بطبيعة الحال. عمر ترد انت اخي، كاين الناس يعني كيعبروا على المستوى ديالهم فقط، المستوى الدني يعني خليه بنادم يعني ما شاء الله وصافي بدون تعليق يا اخي الكريم. على اي، شكرا لك اخي عمر من ترودانت. فتحية ايضا الاخ انس محسن، شكرا لك ايضا. نهيلة من الدربدة، محمد غازي تحيتي لك. حدار بوشعيب تحية مسائية عطرة اخي الكريم، شكرا لك. شكرا لكل المتابعين الاوفياء، وكنشكركم على امل اللقاء بكم في موضوع اخر وفي لايف اخر. نستودعكم الله، الى اللقاء.